السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم وموجز لأهم الأنباء من عاصمة الخبر. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن لندن تعتزم مواصلة وزيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا العام المقبل، وأشار سوناك إلى أن لندن ستواصل تقديم أنظمة دفاع جوي لكييف. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الأوروبي بشأن تصنيفها دولة راعية للإرهاب على محمل الجد. وأضاف بيسكوف أن قرار البرلمان الأوروبي يأتي نتيجة لزيادة مشاعر الكراهية تجاه روسيا عن الحد الطبيعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار ليس له طبيعة قانونية ملزمة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ستشن بالتأكيد هجمات صاروخية جديدة على بلاده، وأكد زيلينسكي ضرورة أن تكون قوات الدفاع مستعدة للتعامل مع تلك الضربات، وقال إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع كهرباء في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير. تأكيدا لانفراد القاهرة الإخبارية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة استمر لمدة 45 دقيقة. أضاف أردوغان أن عملية بناء العلاقات مع الدولة المصرية ستبدأ باجتماع الوزراء من البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك. كانت القاهرة الإخبارية قد انفردت بإذاعة نبأ عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين في الدوحة، وهو اللقاء الذي انضم له لاحقا أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر. في الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل أكثر من 40,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وأعلنت اللجنة أيضا عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 5233 وفاة. لقى 14 شخصا مصرعهم في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك إثر انهيار أرضي، حيث نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن عشرات الأشخاص كانوا يحضرون مراسم جنازة في ملعب كرة قدم عند قاعدة جسر ترابي بارتفاع 20 مترا انهار فوقهم. رياضيا، اليوم تقام 4 مباريات لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يلعب منتخب الكاميرون أمام صربيا 12 ظهرا في المجموعة السابعة، كما تواجه البرازيل سويسرا بالمجموعة نفسها في 6 مساء، وفي المجموعة الثامنة يلعب منتخب غانا أمام كوريا الجنوبية في 3 عصرا، كما تلعب البرتغال أمام أوروغواي في 9 من مساء اليوم. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة يمكنكم دوما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى اللقاء.